السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا النهارده يا جماعه سهله وبسيطه، وان شاء الله هجيب معاكي نتيجه كويسه جدا للناس اللي هي عايزه تملي بيتها خير وتملي بيتها بيض ان شاء الله. هقول لكم على وصفه جميله جدا انا عاملاها يا جماعه على ايديا ان شاء الله. يعني ما تقولوش بقى هنشتري ادويه تاني علشان البيض من النهارده، باذن الله مش هتحتاجي ان انت تشتري ادويه للبيض خالص. حاجه كده يا جماعه نقدر نقول عليها زي تركيبه سحريه كده. ده المكون ده ان شاء الله انا عملته باذن الله. هيفضل عندك كده في ازازه. لو انت هتعملي ايه؟ حطيه عندك في ازازه، كل ما تطلعي تعلفي حطي الفرخ عندك منه. وهتبصي تلاقي بسم الله ما شاء الله الفرخ اللي ما كانتش بتبيض، هتبصي تلاقي قرب بيض عندك على طول. طول السنه هتبصي تلاقي الخير عندك على طول دايما. تمام؟ يلا كده يا جماعه اضغطوا للفيديو بقى لايك. انا عايزه لايكات كتير يا جماعه للفيديو. محدش يا جماعه ينسى يضغط لايك للفيديو علشان انا بقى الاقي اللايكات بتاعتكم قليله جدا. عايزاكم تشجعوني بقى كده، وكل اللي بيشوف الفيديو يعمل لايك. تمام؟ ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا علشان كل الناس تستفيد منه وتعمل زي ما انا عملت. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا حطيت الفراخ والرومي بس حاسين كده لوحدهم في الاوضه ديت، علشان انا قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع البط امبارح ايه السبب واللي خلاني ان انا افصل البط عن الفراخ. قلت لكم ان البيض باظ عندي انه بادئ، يعني الدوره دي خالص ما طلعليش منها بيض خالص بسبب الفراخ. تمام؟ فعلشان كده ده السبب اللي خلاني عزلت الفراخ لوحده هنا بالشكل ده كده. وده كان يعني يعتبر كمان احسن لهم، لان في فروع الصيف بقى دايما يعني الاوضه برضه هتبقى حر عليهم، علشان كده انا فصلتهم هنا ووديت البط غالي. تمام؟ الناس دايما يا جماعه اللي هي بتسالني بتقول لي يا ام شيماء انا عندي الفراخ قليله في البيض وانت ما شاء الله عندك البيض كتير. انا هقول لكم يا جماعه ايه السبب اللي بيخلي عندي البيض كتير. اول حاجه كده يا جماعه يعني عايزه اقول لكم، بس انا هقول لكم على حاجه برده على السن دول كلكم تستفادوا منها. هي يعني يعتبر بس ايه حاجه يعني يعتبر بسيطه بس كلكم تستفادوا. انا طالعه النهارده بعلف، يعني كالعاده كده طلعت لقيت الفرخه دي زي ما انتم شايفين كده مش قادره تمشي برجليها، يعني ماشيه بتعرق كده. انا هوري لكم حتى هي على الارض كده، ولو لاحظتوا بقى هتشوفوا يعني مسافه ما حطيت هتبصوا تلاقوهم يعني شوف هو ده السبب بقى يا جماعه من تكسير الديوك فيهم. فالناس اللي هي عندها كميه ديوك كبيره زي ما انتم شايفين واقفه بتعرق اهي، ده من كتر تكسير الديوك فيهم يا جماعه. الديوك بسم الله ما شاء الله كتير جدا في الاوضه. انا عارفه ان انتوا هتقولوا انت ما تخف الديوك او تذبحيه، فانا ان شاء الله هتقلهم وهذبحهم بقى كلتهم، مش هسيب الا ديكين ثلاثه على قد الفراخ بس. فبصراحه والله يا جماعه انا مش عارفه يعني العرجان ده من ايه، او هي بتعرج من ايه، وقعت او ده يمكن من كتر الديوك في الاوضه وتكسيرهم فيها او من ايه مش عارفه. انا عايزاكم برده تقولوا لي على اساس ان انا برده بستفيد منكم. فانا لسه طالعه اعرف قدامكم اهوت، ويا دوبك لاحظتها كده دلوقتي مش هتعرج. فانا مش عارفه برضو ايه السبب، يعني برضو ممكن حد يقول لي لو يعرف ايه السبب على اساس برضو ان انا استفيد منكم. مفيش فيها حاجه يا جماعه ومش عارف برضو ان انا استفيد منكم. تمام؟ فان شاء الله برضو الناس اللي هي كانت بتقول لي عندك الديوك كتير، الديوك دي يا جماعه ان شاء الله انا مش هسيب منها الا ديكين اتنين بس او ثلاثه بالكتير يعني، وان شاء الله هنذبح التاني، لان انتوا عارفين التاني بقى كله بلدي وانا ما بحبش ان انا ارقد من البلد ده خالص. النهارده يا جماعه بس عشان الناس ما تقولش يعني انا كنت بس حابه ان انا ادخل لكم الرومي في الموضوع، بس عشان ايه الحلقه دي كانت عشان البيض، وان شاء الله هعمل لكم الخلطه دي. بس انا حابه بس هوريكم حاجه بسيطه جدا علشان الناس بتقول لي يا ام شيماء انفع اجيب رومي دلوقتي؟ هقول لكم بس على حاجه، هو اساسا كده كده الجو حار، والرومي لو انت جبتيه صغير دلوقتي ممكن ينهض الجو الحر معاك. تمام؟ فانا عندي يعني روميه هي لسه برده طالعه دلوقتي ولسه يا دوبك اول اكشي لاحظت الموضوع دوت فيه. همسكها لكم حتى وتشوفوها كده علشان اقول لكم في الوقت ده ممكن نعمل ايه. كنت بوريكم الروميه دهيت، شايفين دي يا جماعه دي عامله زي الجدري، بس هي تقريبا انا كنت فاكراها جدري بس هي شكلها كده مش جدري، لان هي تقريبا كده الديك منقرها او حاجه زي كده، لان لو دي جدري كانت تبقى مقبقبه. فعشان كده انا كنت بقول لكم خلي بالكم من حته زي ديت. لو انت لقيتوا عندكم الشكل ده كده، او انت لو لقيت عندك في الرومي حاجه زي دي كده انهضها على طول، انهضها على طول. هي بتشيل يا جماعه بسهوله خالص، يعني بتشيل بتقوم شايله الطبقه اللي فوق ده، هيبقى اي حته قماشه ولا حاجه، وعندك البتادين او الليمون ملح وليمون كده اهو، وتقوم انت شايله كل الحاجات اللي هنا ديت مطهراها، وبعد كده بتطهري بالليمون والملح او بالبتادين. البتادين بيكون افضل يعني واحسن علشان ينشف الجرح. انا كنت كده بحسبها بس على اساس ان انا كنت هشرح لكم عليه، بس انا لقيت دي جرح يا جماعه، دي جرح جرح، هو تقريبا في ديك ولا حاجه جرح اهو. انا قربت لكم الكاميرا خالص اهو، فانا هسيب. والله انا بصراحه كده جعست، قلت يعني على طول انا دايما بحرم لهم توم وبصل والمكان نضيف عندهم
ونضيف يعني الجدر ده يا جماعه ما بيجيش الا من حر قوي، والاوضه هنا عندهم طراوه كويسه يعني، فانا قلت مش معقول الجدر هيجي لهم، بس الحمد لله يعني ما طلعش جدر ولا حاجه. تمام، تعالوا بقى يا جماعه كده نعمل الخلطه بتاعتنا واقول لكم انا عملتها ازاي. يلا كده اللي ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو، وتعالوا نشوف لان الخلطه بصراحه تستاهل اكتر منها لايك. دلوقتي بقى يا جماعه كده هنجهز الوصفه بتاعتنا علشان البيض. طبعا اي حد مننا يعني محتاج ان هو يزود انتاج البيض عنده ولا حاجه، لو انت عامله كمشروع لبيتك او انت مثلا عامله كمشروع تصرف عليه منه، فان شاء الله هنعمل وصفه كويسه جدا لزياده البيض. تمام، اول حاجه يا جماعه معايا طبعا الحلبه، كلتنا عارفين الحلبه لزياده البيض. الحلبه يا جماعه دي دايما حلوه كويسه جدا، بتنشط المبايض وتخلي الفراخ دايما محضره العنقود بتاعها، لان في ناس كتير بتشتكي وتقول الفراخ عندي بتغيب عما بتبيض، الفراخ عندي بتقعد فتره كبيره، الكلام ده كله. ده يا جماعه ان شاء الله الخلطه اللي احنا هنعملها ديت او الوصفه دي ده كويسه جدا، هتخلي الفراخ دايما على طول تبيض معاك. تمام، ده اول حاجه الحلو. ثاني حاجه ده اسمه لوم يا جماعه، ده بيجي من عند العطار، ده ليمون مجفف يعني، دي يعني لو مش موجود عندك مش مشكله، ممكن تستبدليه بليمون اخضر. تمام، بس الافضل ان انت تجيبيه من عند العطار، يعني ده اسمه لومي عشان لو انتوا ما عندكوش فكره عنه ولا حاجه، ده يعني بيجي من عند العطار، الافضل ان احنا نجيبه يعني عشان ايه محتاجين ان انا اعمله بودر، لان ان شاء الله الخلطه ديت انا هعملها ببرطمان على طول، دايما يعني كل ما اطلع اعلف كده هحط منها ايه على علف للفراخ. تمام، ده كده دلوقتي معايا الحلبه ومعايا اللومي اللي هو الليمون الاخضر. بعد كده معايا برضو الفلفل الاسمر اهوت، ده يا جماعه فلفل اسمر هنطحنه برضو كل ده في الكبه، ومعايا الكركم. تمام، ده كله انا هحطه بقى على بعضه اهو، هاخد كده حبيتين قرنفل، لو انت مش عندك مطحون ولا حاجه هتاخدي القرنفل دوت يعني حوالي كده كام عود اه يعني حوالي معلقه كده. تمام، برضو انا هحط القرنفل ده كويس جدا يا جماعه، يعني بقى مش هقولك علشان البيض لا، علشان بقى المشاكل التنفسيه، يعني دايما احنا دايما بنشتكي الفراخ عندنا بتعطس، الفراخ عندنا دايما بتشحر بذورها، عندها اسهال، الكلام ده كلته، فعشان كده بقولك عليك وعلى القرنفل. القرنفل ده كويس جدا، حطيه على طول لما تلاقي اي اعراض من الاعراض ديت حط لهم قرنفل. ده يا جماعه بقى علشان انت ايه بقى انت عندك طيور بربيها صح، لازم تعملي الخلطه ديت عشان دايما تكون محضره دايما على القوت بتاعه البيض بتاع البيض. طيب معانا ايه تاني؟ معايا برضو معلقة البن ديت، ده يا جماعة معلقة البن، ده معلقة كويسة جدا هحطها برضو مع الخلطة بتاعتي. البن ده كويس جدا برضو يا جماعة عشان لو في اسهال في اي حاجة ده بيبقى كويس جدا، يعني خلي بالكم لو في اسهالات في اي مشاكل معوية في اي حاجة من الحاجات ديت ده اللي بتوقف البيض معاك، فاحنا علشان كده بنعمل في الخلطة ديت حاجة لزيادة البيض وحاجة ان هي بتشيل الاسهالات بتشيل اي المشاكل دي، لان المشاكل ديت لو الفرخ تعبان ده اللي بتوقف البيض عند الفراخ. تمام، فالخلطة ديت مكونة من جميع العناصر ديت، في حاجة برضو يعني ناقصة معانا ان شاء الله هقول لكم برضو عليها. ده يا جماعة بقى معلقة زنجبيل برضو هحطها مع المكونات ديت، ده ان شاء الله بقى هخلطها كلها مع بعضها وهحطها في برطمان عندي. ده كده في الكبة كده اهوت، وهحط كل المكونات دي، ده كويسه جدا، ده برضو ممكن نحط منها من الحمام. ده بقى يا جماعه طحنته اهوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، هوريه لكم حتى كده اهو، عبيته انا البرطمان اهوت على اساس ان هو شوف ناعم خالص اهو. ده بقى يعني كويس جدا، بدل ما اروح اشتري الاعشاب او اروح اشتري ادويه او اي حاجه، ده بيبقى موجود عندي في البرطمان. ده بقى يا جماعه هتبقى حلوه جدا للبيض والمشاكل التنفسيه والمعويه وكل المشاكل ده ان شاء الله، ده بيعالج كل المشاكل دي. تمام، ده بقى يا جماعه الخلطه دي هتبقى كويسه جدا للبيض، فانا هحطها في البرطمان كده زي ما انتم شايفين، كل ما اجي اعلف ولا حاجه هحط منها معلقتين هتبقى كويسه جدا. ده بقى يا جماعه الخلطه اللي انا عملتها، شوف انا معبيها في برطمان ازاي، معبيها كده ومحافظه عليه، بدل ما اقعد يعني اعمل شويه شويه كده، انا يعني خلطت كل المكونات ديت في قلب الكبه وطحنتها بقت بالشكل اللي انتم شايفينه قدام كده. خلي بالكوا بقى المكون ده بيحافظ على الفراخ بتاعتك اولا، يعني خلاف ان هو بيساعد ان الفراخ تبيض معاكي، ده بيحافظ على صحه الفراخ، يعني بيعالج اي مشاكل معويه، اي مشاكل تنفسيه، كل الكلام ده. وخدوا بالكوا كمان يا جماعه، البيض ما بيتقطعش الا اذا كان في مشاكل معويه، دي اول حاجه بتقطع البيض عندك، يعني الديدان والمشاكل المعويه. نعالج من الديدان، وانا قلت لكم برده ازاي نعالج من الديدان، اذا كانش بالشيح، يعني لو انت عندك شيح ولا حاجه بتغير لهم كل فتره كده شويه شيح وبتديه لهم، ما عندكيش شيح ومش عارفه تجيبي، حط لهم ايه جرعه للديدان،
يعني الجرعه اللي احنا عملناها دي النهارده ده ان شاء الله حتى لو فيكوا بسده في اي حاجه ده بتعالج كل المشاكل دي، لان زي ما قلت لكم دي اول حاجه بتقطع البدء عندك، عندك الفراخ كويسه صحتها كويسه ما شاء الله هتكر بيض ومش هتنهض عليها بيض، تمام؟ ده السبب يا جماعه وده اول حاجه. ده كده يا جماعه يعني انا معايا العلف اهوت، هحط ملو غطا كده زي اللي انتم شايفينه ده كده، يعني حوالي معلقه كبيره، وهنحط كده على ايه؟ على الاكل بتاعه. كده يا جماعه حطينا على الاكل اهوت والفراخ كلها ما شاء الله بقى كله هيتلم ويجي روم وفراخ وكله ياكل من الخلطه اللي احنا عملناها ديت، وفي نفس الشيء برده هنحطه على الميه، يعني انا كنت حطاها في الكبه مفرمها خالص ناعمه خالص زي البودره كده، على اساس ان انا احط منها على العلف وفي الميه. اللي هيعمل بقى الخلطه دي يا جماعه وهيقول لي طب هنحطها يعني قد ايه او كم مره كده في الاسبوع، ممكن يا جماعه تحطها مرتين او ثلاثه بالكتير في قلب في الاسبوع، ده هيبقى كويس جدا معاكي، وما شاء الله هتلاقي فراخ صحتها كويسه جدا، هتلاقي فراخ ما شاء الله هنقول دايما محضر للبيض. اما لو انت بقى مش حابه تحطها على العلف وحابه تحطها على الميه بس ده ينفع يا جماعه عادي مفيش اي مشكله خالص. طيب هنحط قد ايه؟ ممكن تحط نص معلقه صغيره خالص من بتاعه الشاي على رغيف الميه، ده هتبقى كويسه جدا. تمام انا برده هحط قدامكم على الميه اهوت عشان تشوفوها برده كده معايا. هحط عليهم حوالي كده معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده، معلقه كبيره من بتاعه الاكل على الميه وهدوبها بقى، انا معيش معلقه ولا حاجه فمش مشكله بقى هدوب بايدي. ده كويسه جدا جدا يا جماعه، دي يعني خلطه اعشاب على بعضيه ما شاء الله عليه. ده كده يا جماعه حطيناها في الميه اهيت زي ما انتم شايفين، شايفين لونها عامل ازاي؟ ده كمان بقى علشان حتى لو الفراخ ما استفدتش منها في الاكل هتستفيد منها في الميه، واحنا هنعمله في الاثنين زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله يبقى عندك الفراخ صحتها كويسه جدا، حتى لو الفراخ عندك شامور مش لازم تكون يا جماعه فراخ للبيض، لا انت ممكن كمان تحطها الفراخ الشامور وممكن كمان تحطها للبط عندك، هتخلي البط ما شاء الله كويس جدا والفراخ صحتها كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ودي كانت الوصفه بتاعتنا، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك لسه يا جماعه ما عملش لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.